السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات لكم. ساعات سيئة وحزينة عشناها الأمس واليوم بعد قرار الفيفا والاتحاد والآسيوي الغادر بمنع اللعب في بغداد مجددا ونقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد، وأعتقد هو الاتحاد الدولي من يمه اختار عمان لضيق الوقت. طبعا القرار صادم، لكن هو مو مفاجئ 100%، بس توقعنا انه ممكن تجر مباراة الامارات ويتحينون فرصة لان الوقت قربت المباراة. مثل ما تعرفون الحجة اربيل والقصف اللي صار عليها من ايران، لكن كل من ادلت بدلوه. اكو امور اريد اسولف وياكم بيها. هواية ناس بنقول احنا المو مشاهير كمعلومات، ولو هي منطقية بس ما يصدقون بيها، مصرين ياخذونها من ناس يعتقدون هم يعني يفتهمون او يعتقدون ان هم يعرفون بالامور هاي، بس الحقيقة انه ها الناس اللي متعودين الحلقة المفرغة اللي بالعراق من مسؤولين رياضيين ومن اعلاميين فرضتهم الشاشة على الجمهور العراقي عبر قنوات سياسية وكذا وحزبية وعبر القناة العراقية البائسة، فدائما المعلومات تجي غلط وأكو بزنس صاير بالموضوع. زين، شنو اللي أريد أقوله بهذا المجال؟ أولا يا أخوان، من السقوط لحد الآن كل ما يصير ملعب ينبني من جديد بالعراق وبدينا نشوف، يعني هاي حقيقة أحكيها، اجت لجنة فلان من الفيفا واجت من الآسيا واجت من الاتحاد الخليجي وراحت، وما وافقوا على هذا المبنى وهذا، وجيبوا العشب هيك لازم. وهذه أسألكم بالله، سمعتوا ملعب خليجي او اردني او سوري او شيء باعلامهم هيك لجان تجي وكذا؟ يا اخوان الملعب مثل سيارة تنزلها شركة بالسوق، اكو مواصفات مخليتها المنظمات او الهيئات الدولية المسؤولة عن كل بضاعة معينة او مبنى شروط. انت تبني الامور هذه الانشاء مالك على هاي الشروط، بعدين قبل لا تستخدم تنفحص مرة واحدة انه تتأكد من عندها الجهات هاي انه مبنية حسب المواصفات تحت. بعد ما، وممكن مراقب واحد يجي، وممكن انت كتيب مال الملعب وانت تعهد من عندك تمام بالمواصفات هاي، والبضاعة اللي مسويها بيه جاية من المناشئ الكذا اللي هم يعرفون هاي مواصفاتها صحيحة. بالنسبة للملاعب، فقط الدولة تبني الملعب أو الشركة حسب المواصفات الدولية. زين، فهي معروفة يعني ما لهم علاقة بحجم الملعب وكذا، أكو قياس الساحة، المدرجات متينة أو لا، إذا بطولة تحتاج طاقة استيعابية، فما لهم بالنسبة لهاي الملاعب ما لهم علاقة، لأن العراق ما راح يستضيف بطولة معينة وتريد هلقد سعة ملاعب. مثل إذا يستضيف كأس العالم، الفيفا عنده مواصفات هلقد الطاقة الاستيعابية، أما ما له شكل الملعب وكل ساعة لجنة وكل ساعة كذا، هلقد منازل أرضية الملعب كذلك. إخوان الأرضية كذب، ما يجي الاتحاد كل ساعة، ليش؟ قبل المباراة مشرف المباراة هو يقيم الأرضية، يعني ممكن وافق الاتحاد الدولي او الاسيوي على هاي الارضيه وانا شفتها انه مو زينه تعبت بدلت الارضيه كامله، مو يصير باسبانيا ما ايطاليا قليل بس اكثرش باسبانيا وانجلترا والمانيا يبدلوا الارضيه خلال يومين. انا عايش في ملعب اعمل فيه بالولايات المتحدة ولاية تكساس، يبدلون الارضيه لكل مناسبه، مره يخلونها ترابيه لسباق خيول، مرة أرضية طبيعية نيجيل طبيعي تلعب بيه مباريات كرة قدم، مرة أرضية تارتان مال كرة قدم أمريكية. فكل هاي اللجان الهلمة تجي كذب، والدليل أنا شاهد عيان أمريكا الصيف الماضي استضافت بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية لقارة أمريكا الشمالية والكاريبي، بعض الملاعب افتتحت في 2021 بالولايات المتحدة، مثل ملعب كيوتو في اوستن تكساس، مثل ملعب في لاس فيغاس، ملعب لاس فيغاس حتى جزء من عنده ما كامل، بس يعني هم يسوونه يغطونه بطريقه فنيه بحيث ما يظهر بالمباريات بعد انتهاء يكملونه. ما اجى لا وفد فيفا ولا شيء، افتتحت امريكا حسب المواصفات دخلتها في البطوله هاي
على مود انه يدشنون هاي الملاعب خلوها تدخل ضمن بطولة الكوكناف وتحديدا في مباريات امريكا. زين، لا وفود زارت ولاش ملعب حسب المواصفات، ابطا مواصفات انه الكتيب ماله وكذا، زارت لجنة على السريع من اتحاد الكوكناف وافق عليه، هسه ضمن الملاعب الدولية. العراق جت اللجنة وراحت اللجنة وكلها، هذا ليش؟ اكو ناس من جماعتنا بالداخل العراق، الوزارة، الاتحاد كذا، لهم بزنس هذا، الوفود وهاي راحة بزنس. كذلك الاتحاد الدولي منظمة مرتشية، والدليل صار بها قبل حوالي 4 سنوات في ميامي لما المخابرات الأمريكية فركشت اتحاد الكوكنكاف المرتشين وارتباطهم بالفيفا، وبعدين الفيفا نفسها تفكك من جهود المخابرات الأمريكية. تدرون اللي صار ببلاتر وبلاتين وكذا. هو الاتحاد الدولي الفيفا منظمة مرتشية يعني إلى أبعد الحدود، فأي بزنس يعني بلاتينو وبلاتر سجنوا على مود $1,000,000 ما أدري إيش قد كانت دخل جاي لبلاتينو من صفقة جت من بلاتر، يعني لا تصورون إنه مليونين ما تثير لعابهم. زين، فاللجان هاي اللي شغلة والبلد بيها هسا يجوز واحد يقول شنو علاقتها هاي اللي تحكي عليه؟ أقصد إنه العراق الشعب انضحك عليه، انضحك على الناس اللي هي تريد ينضحك عليها، والدولة لأن رئاسة الوزراء يعني المتحكمة بالبلد، يعني العراق السلطة التنفيذية به هي رئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء عاد في فترة بعهد المالكي يعني تدخل بالملف الرياضي، لكن كانت القاعدة وكان هجوم عليه وكذا، فما خلوه يكمل، يعني ما خلوه يسوي شيء للرياضة ورفع حظر، لأن البلد كان إرهاب وبعدين داعش، فصعب يسوي. يعني أقصد حاول يتدخل، لربما انصهر وكان وزير الشباب والرياضة. أما حاليا رئاسة الوزراء ما لها علاقة بالملف هذا وما حد مدخلها. فهذه الأمور تحتاج القيادة السياسية للبلد تتدخل بيها. نقطة على السطر. والدليل مباراة فلسطين والسعودية المقررة كانت في فلسطين، والسعودية صرت انه ما تلعب فلسطين على اساس انه ما معترف باسرائيل، وتدخل الامير محمد بن سلمان والعهد السعودي نقل مباراة بسلاسة من فلسطين الى بلد محايد، تمام، صارت بعمان. زين، ان شاء الله. اذا اللجان اللي تجي للملاعب العراقية كذب. ذاك اليوم ملعب المدينة، ملعب المدينة افتتح وشركة تركية مسويته وكملها فلاح منفي، وملعب يخبر، وعادي تجي لجنة يوم واحد يجي عم مسؤول وياخذ كتيب الملعب وهاي مواصفاته العوارض وكذا والجاية حسب شركات قياساته وكذا، ويشوفونه ملعب دولي. لا، احنا حتى الإماراتيين طلع مسؤولهم هذا مدير منتخبهم، طلعنا وطلعنا على الملعب وعندنا ملاحظات بس شوية عرضية، بس هي عموما هاك أرضيتيش الأرضية تبين زينة، وأنتم لعبتوا قبل ملعب الشعب، كان أرضيته أصلا معروفة ملعب الشعب شلونه. أنا عندي صور العراق وقطر تصفيات كاس العالم 89 شلون كانت الأرضية، نسيته خصوصا الجو ماطر. فهاي كذبة تيمور الشرقية لعبت بها السعودية، تيمور الشرقية ملعب يعني الإعلام السعودي وصفها ملعب طيني. فهاي كذبة، حتى المدير المنتخب الإماراتي يجي هم لازم يقول ملاحظة له على هذا. أخي ملعب أنت ايش عندك؟ ملعب الشارجة اللي لعب به الزوراء وخسر أول البارحة، شنو هذا؟ ملعب قديم أرضيته عادي، يعني أرضية عادية هم وملعب قديم، شنو أنت جاي تدلل؟ فإحنا فتحنا لهم مجال، هذا الموضوع لازم ننتبه له. الشغلة الثانية، الحظر اللي صار الأخير هو القصف، صحيح إيران قصفت أربيل، بس إحنا الدول الإمارات عرضت إلى قصف طائرات مسيرة، والسعودية كذلك وعدة مرات، لكن الاتحاد الدولي إذا مو حرب مفتوحة، حرب أوكرانيا وروسيا، ولو الدول الأوروبية هي متحكمة بالفيفا والاتحاد الأوروبي ورادت تمنع روسيا، يعني هم شغلة سياسية، بس حرب مفتوحة مثل حرب العراق وإيران بالثمانينات، مثل احتلال العراق للكويت، بعدين ضربة أمريكا للعراق بال91، احتلال أمريكا للعراق 2003، وهكذا حروب يعني مفتوحة. هذا الفيفا ما يحتاج إنه دولة تقدم شكوى، لا هو يفرض إجراءاته. زين، كذلك اضطرابات قوية يعني بالداخل، مو مظاهرات تايوان ما حد اشتكى أو شيء، مظاهرات يعني اضطرابات قوية بالبلد تصير، شلون الحرب الأهلية اللبنانية وهكذا،
أي أحداث القاعدة اللي بالعراق، هاي الاتحاد الدولي كذلك يتدخل يمنع اللعب. وبعض الأحيان حتى كان بالعراق فرضوا عليه حتى لو البلد موافق المنتخب الثاني، الفيفا للسلامة العامة يمنع اللعب. زين، لكن أحداث عرضية، قصف إيران الأربيل يسمى حادث عرضي، لأنه هسه يعني الفيفا منعت اللعب، يعني شنو أنت تدري بإيران راح تقصف؟ يعني شلون نقنعك أنه بعد ما يتكرر الأمر هذا؟ يعني نجيب لك موافقة من إيران ما راح نقصف؟ ماك دولة تقول أنه أنا ما راح أحارب هاي الدولة، مستحيل. يعني إيران هم يقول لك جوزان العراقي يعتدي علي، جوزان شلون علي حرب؟ ماكو بلد تعال نجيب له بعدين إيران يطلب منها خو مو تطلب منها. يعني أنا أجيب لك ضمان إنه إيران بعد ما تقصفني شو معرفني أنا؟ تمام؟ فماكو منطق هذا. زين، صار هاي وحدة. شنو اللي سوى هالموضوع هذا؟ بلد اشتكي عليك، قدم طلب بنقل المباراة، ماكو حصار، ماكو قرار انفرض بحظر اللعب على العراق طوال تاريخه الا دول ثانيه قدمت شكوى، لان فيما عدا احتلال الكويت حرب مفتوحه، العراق دخل الكويت عاقبوه حتى لان عقوبه صارت. الحرب العراق وايران صارت كانت حرب مفتوحه 8 سنوات، والعراق قصف مدن حتى بطهران، وإيران أيضا قصفت مدن مثل بلاط الشهداء، وهذه حتى إحنا بالناصرية تذكرت شان طائرات الإيرانية تجي وبعدين صارت ما تقدر تجي. العراق أمن بس صارت ببغداد، ومرات صواريخ على بغداد هم، فمنع الاتحاد الدولي اللعب. أيضا يعني تعرفون الأحداث اللي صارت بليبيا وهاي وهسه فتحت، فماكو أقصد ماكو شكوى. إحنا دائما شكوى تصير علينا مال تربيل منطفة الكهرباء، شكوى اجت علينا، رئيس الاتحاد الاسيوي كان مؤقت صيني، فهو اللعبه المرتقبه وهي الصين هو لقاها حجه وموقف ان احنا ضعيف وكذا سواها ومنع العراق. هسه الاماراتيين شافوا الصواريخ ويدرون وراحت، ويدرون بعد ايران ما تكررها، يعني الله اعلم بس على الاقل هاي الفتره، ويدرون اربيل 400 كيلو عن بغداد، ويدرون ويدرون ويدرون، لكن هم استغلوها، رفعوا الامر للفيفا، الفيفا والاتحاد الاسيوي اتحادين متشيين، يعني سلمان بن ابراهيم احتاج اقولكم انسان متشي ويكره العراق؟ راسا اصدروا قرار، مو الامارات هسه تعرفون كذا، يعني انفينتي وهذا رئيس الاتحاد الدولي من يجي ما يكرف بدي ورجلي من نفط قطر والامارات وكذا ويروح، معروفه يعني ما يحتاج يروح على القاضي، هو الاتحاد الفيفا من ما فتئ ياخذ فلوس ومرتشي الى حد النخاع بالذات من دول الخليج. زين، اذا هذا الامر اللي صار، هذا الامر اللي صار شكوى من الامارات. احنا هسه شنو اللي اخطانا به بهذا الموضوع وشنو اللي لازم نسويه؟ الامارات ارادت تجي بتلعب بالعراق، الاتحاد الدولي سمح. الغلطه مالت عدنان درجال واحمد الموسى واتحادهم البائس، انا صحيح هذا انفرض عليهم الحظر، لكن شفتوها من احتفاليه وكل ساعه ووي عمر رياض ووي حيدر زكي وهلم ودعوا اعلاميين وطه ابو رغيف من لحد الان يقول لك اعلاميين راح يجون ومعلق عربي للمباراه وكذا وكاميرات هلقد، وتبرع العراق انه طلب من الاسيوي تقنيه فار، في حين ايران اتحاد فيفا والاسيوي وافق لها انه ما تستخدم فار. لبنان ملعبها محفر هم من ساعه قلت لكم، ما اجى اطلع عليه رئيس مدير المنتخب الاماراتي وقال هاي ملاحظه، ما جاب طاري ملعب لبنان، يقول ملعب المدينه الرياضيه اكو جزء بالارضيه ما ادري شنو اللي لاحظه، شايفين الحقاره؟ لان احنا اعطيناهم مجال، مدير المنتخب الاماراتي يجي معروفه هاي، يعني قبل كل مباراه ذهاب وياب يجي مدير منتخب البلد كذا او من عندهم اداري يحجز فندق يحجز كذا، انت عدنان درجال تستقبله وتفتر بيه ببغداد ليش؟ شنو حفاوه؟ انت تعرف بداخلك عدنان درجال انت لاعب رايح وعايش جنب بالخليج، تعرف ذولا اخوتي يوسف، انت من تهتم بشخص راح هو يشمخ عليك، بس من تعامله نورمال اتعامله يا الناس نورمال نورمال، لا تعامله بترفع من شانه ولا اريدك تهين شانه. يجيك باكستان يجيك امارات يجيك ايران يجيك امريكا عامله معامله وحده، تمام؟ فهذا اللي خلاهم. الثانيه المباراه كان المفروض وان شاء الله ذا يرجع اللعب بغداد، وانا متامل يرجع ان شاء الله،
أريدكم ما تعاملون أشقائنا وداركي الأخضر وخليجنا واحد وإحنا أصلا مو خليجيين، ومن هالسوالف والأبيض الإماراتي وغاني إماراتي والشيخ زايد ومدرياو. يجي فريق تستقبلونه بالمطار تودون لأي موظف يستقبله، تقعدونه في فندق هو حاجزه يلعب، وخلوا هم مرات الفرق شو ما شايفين شلون تضايقنا، ما يطولنا يخلونا نلعب نتدرب في ملعب المباراة بشكل كامل. دائما المفروض تخلون يعني اقل شيء تبطونه خدمات يلعب وينقلع يروح البلده، لا جايك على سواد عيونك ولا حبك ولا شيء. الامارات منافسنا يعني، معقوله ما يعني انا شفت الحفاوه استغربت، هي تصفيات كاس العالم شنو نسوي احتفاليه بعد من يطلع ذلل ويطلع يلا يلا نريد الاعلاميين العراق شايفينها ولهم، هي احتفاليه. ليش احتفاليه؟ ليش احتفالية؟ احنا عندنا مهمة ان نفوز على الامارات وتالي نكمل على سوريا بالامارات اذا نقدر، وحتى نصعد ملحق بلكة الله. بعد شنو احتفالية؟ هم رفعوا هالسواد عيوننا الاتحاد الدولي زين. هسه اكو ناس تقول اذا اريد من اوقات، هذا اول حل انه بعد ماكو شعارنا الماكو عربي وماكو الفريق الشقيق وماكو من هالكلاوات. إذا الاتحاد الدولي تظل تقنع بس الاتحاد الدولي لا الاتحاد الخليجي، لازم ما نستقبل وفد اتحاد خليجي ولا شيء، نقنع بس الفيفا ونحاول نسوي لهم إغراءات وكذا ونجيب فرق أفريقية، زامبيا حياهم الله شفتوا فيديوهاتهم، نجيب فرق أفريقية من بلاد الشام لا بأس، فريق أردني فريق سوري فريق لبناني، هاي الدول زينة وحالتها المادية يعني فقيرة وتحتاج بأمور، وبطلوا إيران بطلوا الخليج، لا أريد فريق إيران ولا خليجي يجينا ودية، ولا أريد اتفاقية كروية بين العراق وإيران ولا هالكلاوات. خلوا الاتحاد الدولي مرة ثانية يحاولوا تقنعون يرفع الحظر، يجي فريق غصبا عليه بتصفيات بكذا ولا احتفالية ولا شيء، يلعب ويانا ونهوس عليه بالملعب وكذا بس نعامله باحترام وينقلع عنه تمام. مثل ما احنا نروح للإمارات نروح ونلعب ولاعبيننا شن شيطونهم بالامارات وبيران كل ساعه شفت شلون مضايقه. فاريد انا التملق للفرق ممنوع بعد بالعراق، واللي يتملق قاطعوه زين. هاي وحده. الشغله الثانيه من تبنون ملعب لا تسوونها علي كلاوات ولجان من الاسيوي والخليج والفيفا حتى تجهز الملعب هذا مسموح يلعب. قبل السقوط ملعب الكشافة لعبت فرق أردنية وسورية وكذا، وملعب الكرخ وملعب النجف لعبوا، وملعب أعتقد حتى صلاح الدين لعبوا، بالرمادي لعبوا، ذيك الملاعب القديمة اللي بالتسعينات مبنية من الطابوق. وأتحدى واحد يقول أنا مكذب، وملعب الصنعاء في لعبة بطولة القدس العربية اللي قبل السقوط كان يقيمها الاتحاد العراقي بأيام عدي قبل السقوط فرق سورية أردنية وفلسطينية وأعتقد يمنية كذلك ويمكن لبنانية، وكان يلعبون زين، واعتقد فريق النمسا العسكري او الشرطه النمسا بالثمانينات لعب ملعب الكشافه. اذا لا فيفا قال هاي الملاعب دوليه او لا، الحظر ما له علاقه، فقط عندك تصفيات كاس العالم تصفيات كاس اسيا النهائيات تريد ملعب دولي، يجي بس وفد او مسؤول فقط يشيك الملعب اوكي هذا على المواصفات كذا، من يدخل هو الملعب دولي. فهاي كلها كلاوات والضحك على الذقون. ملعب النجف لا سويتوا به لعبات دوليه لا العماره، ليش؟ ما له معنى. ملعب البحر اليوم فتحوه بقد ملعب القويسمه بالاردن، بقد ملعب الكويت شايفينها عدا ملعب استاد جابر والصدقه والسلام على شاي الروح، شايفين ملعب كيفان بالكويت، شايفين ملعب الكويت، شايفين ملعب استاد محمد الحمد، شو القضيه؟ تجيبون العالم وترايوغات وما ادري شنو وما جاي فيزا ويتملقوا لهم، ولو انتم عندكم ملاعب تخبل زين. هاي ايضا شغله من اوقات نريد الفيفا يسمح بلعبات دوليه، كون اريد تجيب لك فريق من السودان من كينيا من زيمبابوي من مورسيوش تلعبه مره بالعماره مره بالكوت، اريد الملاعب الدوليه دائما بها لعبات دوليه، فرق افريقيه بسيطه سوي لك بطوله جيب فرق من افريقيا من دول يعني افريقيا عندهم طوبه تخبل بس هم فقر زين، جيب سوي لعبات بالعماره بالكوت ايضا الملاعب الدوليه
الملاعب هاي الدوليه كذلك اريد تخلد الفرق اللاعبين العراقي يلعبون به. شنو انت ساد على مود خايس يجيك عربي لو خليجي لو ايراني ساد ملعب المدينه والله الاماراتيين وما ادري شنو، افتح ملعب المدينه خليه ملعب للجويه بيتي، هو لوزاره الشباب والجويه يلعب به ومن الشعب للطلبه والزوراء عنده ملعب زين، والشرطه هم مثل الشرطه والطلبه بالشعب، الجويه مثل شوف فيها نادي، لا تخلوا الملاعب مسدوده، ما معقوله هيك. هذا احد ايضا الحلول. كذلك شغله ملف الحظر لازم عند رئيس الوزراء يكون مسؤول ايضا عليه. شغله اخيره اقولها، هذا شيء مهم، اذا صار الله لا يقولها انفجار او قصف ايراني مثل هذا، احنا هاي شغله سياسيه يعني ما بصراحه احنا رياضيين ما نحول الدول، الامارات من صار تفجير وكذا من الحوثي عليهم وعلى السعوديه حاولوا يقللون ما يهولون الامر، لكن احنا من صار القصف الاربيل بسبب امور سياسيه وطائفيه وكيور وناس موالين لايران بالعراق وناس كذا سويناها تهويل، مو تهويل رفض الايران لا، رئيس الوزراء راح زارها وما ادري شنو، يعني حسسنا العالم انكم مشكله كبيره، فالامارات لهم حجه يعني نحاول احنا نرد على الشيء الاعتداء او الداخلي او يجينا من الحدود رد حاسم، بس بدون ما نهول ونطلع الاخرين فرصه انه احنا وضعنا مو امن، هذا الشيء لازم نسويه. كذلك ردت فعلنا سياسيا تجاه الامارات اللي غدرت بينا، شنو هي؟ ايش قد خسرنا فلوس بتكمال ملعب الحبيبيه واجراءات لوجستيه، فرصه منتخبنا ولاعبينا انضغطوا وشعبنا هذا الحزن، وايضا هاي يعني ضد العراق حتى اقتصاديا، يعني العراق اللي هو مرفوع الحظر يجيب لعبات وديه وكذا وقدام العالم ونقل تلفزيوني، يعني هاي تختلف. ف حكومه الكاظمي شنو رد فعلها؟ استدعت السفير الاماراتي؟ طز انا هسه مخلي انت شنو؟ الامارات شنو انت وياك امريكا؟ انت قوات الامريكية موجوده ببغداد موجوده بالعراق. اكبر سفاره امريكيه بالعالم موجوده ببغداد. انت ليش تتملق للامارات وانت وياك امريكا؟ افتح علاقه ولا اسرائيل ولا ويا الامارات. يعني ايران تقصفك، تفيد الامارات بهذا القصف. الامارات تستفاد وانت تتملق لايران، تتملق للامارات، تتملق للبحرين. رئيس الاتحاد البحريني احنا ساهمنا بانتخابه انتخبناه، ليش؟ انت وياك امريكا، القوات الامريكيه موجوده، علاقتك بروسيا زين، علاقتك بفرنسا يعني متعجب، العالم كله الغرب وياك، وعندك نفط وعندك خيرات الله وعندك ناس مقاتله مجاهده قدام داعش، واحدهم يروح حتى بدون اي شيء، اطفال راحت يعني زلم خشنه، شنو تتملق للامارات؟ شنو الامارات والبحرين؟ روح تملق لامريكا ولا تملق لذولا. الغربي على الاقل ما محدد، انت امريكا ما عندها حدود وياك، ما تلعب وياها نفس البطوله. تدعمك بلا سبب. بس شغله ماليه. اما انت صاير ضد قلبتوا الكائنات على يونس محمود لان لعب بطوله، قالكم عمي شلت علم اسرائيلي ودخلت الدنيا. وهسه هاي مقرات لاسرائيل، ما قلت لايران علن، انا اسف اخوان دخلت السياسه بالرياضه، بس هي لازم، ما قلت لايران عمي احنا مقرات اذا اسرائيل يا صديقي ولو هي كذب، بس حتى لو موجوده، عمي موجوده مو بارضكم بارضنا، احنا نسوي مقرات للمخابرات الاسرائيليه، نجيب سفاره اسرائيليه، انتم شكوا، احنا دوله وانتم دوله، اذا قوات اسرائيليه انطلقت من ارضنا تجاهكم ديش الساعه حقكم تواجهونها وتقصفون المكان اللي جت منه. اما زين الامارات معنى علاقتها دبندو باسرائيل وسياسيه وتجاريه وكذا، يعني معقوله ماخذ ضباط اسرائيليين بهاي فنادق الامارات؟ معقوله يعني؟ زين اذا موجودين ليش ما تقصفون الامارات؟ فهذا مو منطق اخواني، مو منطق. ايران بعهد الشاه كان علاقتهم دبندو باسرائيل وعلاقات وسياسات وما ادري شنو. زين من يقول ما كان اكيد كانت العلاقه اقتصاديه وسياسيه وعسكريه كانت، فحتما المخابرات الاسرائيليه موجوده بطهران كانت بايران، والعراق كان علاقته بحرب ويا اسرائيل دخلنا بالسبعينات. زين فمفاعل تموز انقصف ب 88 تعرفون من اسرائيل، فالعراق قال ايران ليش عندكم مخابرات اسرائيليه؟
حاول يسوي شيء، حاربناهم على أمر أصلا ما دخلنا بإسرائيل. فيا أخوان لازم يكون لنا موقف. أخوة يوسف جيران العراق ما يفيدونك، هاي دول تنافسك رياضيا وكذا، أنت شو تسوي؟ تضرب الحديد بالحديد. عندك أمريكا، الصين، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، أي دولة، المكسيك، روح روح ليش الدول تريد فلوس، تريد استثمار، تمام؟ إسرائيل أعمل لا تسوي علاقة بيها، بس لا تظل دوم العنتريات مالتك، لا تجيبها بالطاري. هسه ذا واحد شلون يقول لك يعني واحد البعبع، إسرائيل قاعدة ببلدها وأنت ببلدك، شمالكم دوم لو راسمين علم إسرائيل بالقاع، لو يونس محمود شاني الحملة عليه، حتى السعودية اللي هم ما معترفة بإسرائيل وقاعدة وساكتة، يعني سامي جابر ولا قال ولا ليش لعبت ولا هذه، مسح العلم الرجال، بس بلده والأمير والملك ما كان ممكن يصيرون برأس العالم قومتشية ويقولوا لسامي جابر ليش؟ هو سامي جابر صح نجم كرة وعدهم سابق، بس هو أصلا يمني يعني، لا هو سعودي أصلا ولا هاي، فممكن لو هاي ما حد يدافع له، لكن قال لك إحنا لاعبنا هذا نجم وشارك وشال علمه ما شال إسرائيل، مدربها موجود، شو راح يسوي يعني؟ فهاي أتمنى يكون العراقي عراقي صدق، أما لو مو عراقي تقعد ويسكت. آخر أنا آسف نسيت، بس رد على الناس اللي قالوا العراق لازم ينسحب من تصفيات كأس العالم. يا أخوان أنا عايش بدولة غربية، الغرب وحتى يعني الدول الغرب حتى الدول الفقيرة يعني بالأمريكيتين، مو بس يعني أمريكا وكندا وأوروبا الغربية، ما عندهم هاي مثلنا زعلت عليك تجي صالحني. الله وكيلك ما يدرون العراق انسحب لو هذا انسحب، احنا صح بلدنا عريق نعتز بحضارتنا، بس الحقيقة بسبب السياسيين العراقيين اللي من ثلاث أربع عقود جاي يحطمون بالعراق شوية شوية. العراق هسه بيقولون من تقول له دبي، سامع بدبي؟ هاي الأمريكان هنا هو دبي يا، ومن تقول له دوها، دوها كتر. أما والله العظيم من تقول له العراق، العراق أسايس الكايدة، هذا اللي يقوله ترس. فيا أخوان أكو حكي ينحكى، إذا انسحبت من كأس العالم راح تتعاقب ماليا وكثير أمور، وممكن تنحرم وحتما من تصفيات كأس العالم الجاية. فليش تصفيات كأس العالم الجاية فرق وايد راح تصعد، ولكنها فرصة بلكي تتبدل نية عمامة، تمام؟ فنهتم ببلدنا وكذلك الأمن، يعني نهتم السياسيين لازم يهتمون، يعني بلدي يقصفك صواريخ لازم ردة فعلك شوية، ما أقول تحاربه بس يعني تزعل وياها، تسحب السفير، تقلص العلاقات التجارية حتى بعد يتوب ما يسويها، يحتاجك هو اقتصاديا وسياسيا. أما إذا أنت يعني اللي قصفك ساكت وأكو ناس أصلا ترحب وتبرر، وإذا ذاك يمنع اللي يشتكي عند الفيفا وينقل اللعبة عنك الإماراتي، وهم بعدكم عيال زايد وعزاد زايد، ولا استدعوا السفير ولا قلصوا العلاقة، فشلون الناس راح تحترمنا؟ تحياتي لكم، إن شاء الله الله يلطف بالعراق، وآسف على طالة اللي ما له خلق يشوف دقيقتين ثلاثة من الفيديو. تحياتي.